بيت راديو الدرجتين. اليوم في الفيديو هذايا باش نشوفوا شنو معناها اس اس دي وشنو معناها هاش دي دي وشنو الفرق بيناتهم. هذا كله بعد الانترو. اه معلم يا ودي شبيك الفيديو في شيني راهو سمحت ما حبيتش يعني جوست معناها فهم حبيت نفسر الهاش دي دي ميساش ناخذ كلمه والا يعني باهي بر امشي تحكي تو بعد نرجع لك يرحم والدي باهي ميرسي على الاخر. دونك بر امشي عامل دوره توا ولا هيك الكاسكروت اللي هو بر امشي عامل دوره خلينا نمشي نحكي على هاش دي دي حتى والله جيعان انا تو ما عنديش نحكي هاي برا سلامة الناس تو من الراحه باهي. anyway شنو هو الهاش دي دي؟ هاش دي دي هو اختصار لكلمه هارد ديسك درايف والا معناها معروف في الاكثريه بالفرنسي كديسك دور اللي هو قطعة محطوطة في البي سي وين نتوما معناها تعملوا سيف للفايلز نتاعكم والجو هذاك الكل. شنو فما في وسط الهارد ديسك؟ اول حاجه تلقاو دي بارتي ميكانيك يعني كل شيء يتحرك هذاك علاش اسمه ديسك دور خاطر في وسطو فما ديسك ولا هما ثلاثة ننسى بالحاجة هذيا ما ظهر لي معناها فما ثلاثة ديسكوات وإبرة تمشي وتجي على على الديسك باش تعمل ريد و رايت تاع الفايلز يعني هكا انتم تجبدوا فايل من الديسك دور الإبرة ديك تتحرك باش تعمل معنا الترانسفير نتاع الداتا و معنا تحلوا الابليكاسيون الا تعملوا كوبي كولي نتاع الفايلز. دونك كيما رينا الهاش دي يخدم سيستم مانيتيك و سيستم ميكانيك وفيه برشا انواع. اول حاجه نجمو نفرقوا بها الديسك دور هي الكاباسيتي نتاع الديسك دور اللي هي معنا قداش من جيجا وقداش من داتا ينجم يشد في وسطو الهارد ديسك هذاك. وثاني حاجه هي الار بي ام. ار بي ام يعني ريفولوشنز بار مينوت بار مينوت revolutions per minute ويعني قداش من دوره يعمل الديسك وقداش من معناها من فايل وداتا ينجم يعمل ترانسفير في الدقيقه هذيك. لي ديسك دور اللي معناها يستعملوهم الاكثريه معناها اون جينيرال العباد هما 3600 RPM. اما لي جيمرز يستعملوا الديسك دور ب 7200 RPM باش يكونوا عندهم كما نقولوا اكثر بيرفورمانس واكثر ترانسفير داتا في اقل وقت. بيان سور اكثر الدور معناها اكثر RPM عندك قد ما يكون معناها الحس نتاع الار ديسك والفيبراسيون نتاع الار ديسك. اوف كورس انت معناها انت والمارك خاطر فما ماركات عندهم كسايلنس وماركات عندهم النويزي وحاسيلو معناها الحاجه اللي نحبوا نفهموا نحن هي هما الار بي ام اللي هما كما قلت معناها 6200 ار بي ام الاكثريه نتاع الجيمرز عندك اكثر معناها ترانسفير دو داتا و 3600 ار بي ام اللي يستعملوا فيها الاكثريه العباد الكل اللي عندك اقل ترانسفير دو داتا واقل معناها نجم نقولوا دوره نتاع الديسك في وسط الار ديسك. اي معلم كمل شي اي عاد مش عاوز احكي لك نبدل دوري ايه والله كسكروت سميه ناو خليت دورك بعد امشي على روحك اي كمل بيا تو اني نجي نمشي معاك اوكي ميرسي سلام ما حبيتش اون بلوس لابس شورت دونك فوالا اوكي شنو هو الاس اس دي؟ الاس اس دي هو اختصار لكلمة سوليد ستيت درايف وبالعربية تعني محرك صلب ثابت. عطيك من يكرم اوكي شنو هو الاس اس دي؟ الاس اس دي هو اختصار لكلمه سوليد ستيت درايف. سوليد ستيت درايف بالعربي نعنيه بها محرك صلب ثابت. ما تسالونيش علاش ترجمتها حتى اني نحب نفسرها بالواضح. اوكي الاس اس دي عنده 7 سنين ملي هبط وما وصلش للمارشي التونسي الاول سبب اللي احنا في تونس بيان سور وثاني سبب اللي كان التكلفه نتاعو غاليه برشا وكان يستعملوه كان الفيلم ميكرز والانجينيرز والاديترز دونك المستعمل العادي ما يقدرش عليه ما يقدرش على صوم. لكن من تقريبا عامين كل شيء تبدل الاسوام ولات كيما نقولوا احنا مرفقه والمستعمل العادي ولا ينجم يشري اس اس دي. اللي يميز اس اس دي على الهاش دي دي هو انه الاس اس دي فيه قطايع الكترونيك اللي هي تتسمى الميموار فلاش عكس الهاش دي دي اللي فيه قطايع مانيتيك وميكانيك. هذاك علاش الاس اس دي يتفوق عليه في الداتا ريد والرايت نتاع الداتا وهذاك علاش معناتها الاس اس دي اسرع بياسر وتنجم توصل السبيد نتاعو حتى 1 جيجا بايت بير سكند. من اهم المميزات نتاع الاس اس دي هي طول العمر نتاعو ونعنيو بها بالانجلي فيرتوال ايج يعني قداش باش يدوم لك الاس اس دي قداش باش يشدك. ثاني حاجه هي الباور كونسامبشن واللي نعنيو بها الكونسوماسيون نتاع الكورون يعني الاستهلاك نتاعو اقل من الاستهلاك نتاع الهاش دي دي. واخيرا السيلونس وتحمل السخانه والفايبريشنز يعني الاس اس دي هذايا عنده تحمل للانتوراج نتاعو مهما كانت
وبالطبيعه كيما كل حاجه الاس اس دي عنده داون سايد اللي هي البرايس نتاعو، حاطر السوم نتاعو مازال ماهوش اكسيسيبل برشا عباد، وان شاء الله بمرور الوقت باش يطيح سومه. توا اتس تايم باش نقارنوا ما بين الاس اس دي والهاش دي دي. باش نكونوا واضحين، الاس اس دي اسرع تقريبا بسبع مرات من اي هاش دي دي موجود في السوق، حتى اللي فيه 10000 ار بي ام. ثاني حاجه هي الديفيرونس نتاع السوم ما بين الاس اس دي والهاش دي دي. الاس اس دي اللي لقيتو ارخص موديل في الكاباسيتي نتاعو 240 جيجا هو الاي ديتا اس بي 550، تلقاو الريفيو نتاعو هوني. وفي نفس الوقت نلقاو ديسك دور كاباسيتي 4 تيرا بايت سوم 120 دولار تولي بتونسي 240 دينار. وهوني نصتو الهام سؤال، اسكو نستحق اس اس دي ولا لا؟ والجواب كل عادة بسيط برشا. اذا كانك تعمل كان ويب نافيجيشن وتستعمل الوورد الباوربوينت الحكايات هكية ما تستحقلوش، خاطر هكايا استعمال عادي وما يتطلبش هكايا السرعة الفائقة متاع الترانسفير دو دوني. واذا كانك جيمر بالحق معناتها سيرمون والا ديزاينر ولا اديتور ولا فيلم ميكر بيان سور تستحق له، خاطر اكل ترانسفير دو دوني رابيد هكايا تستحق له باش تلودي بروغرامات كيما الفوتوشوب الافتر افكت الادوبي بريمير والسوني فيغاس. هذاك علاش معناتها باش يعاون برشا في الخدمة متاع اي واحد. اوكي جايز، وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم بالطبيعة. شكر كبير لصبري هارتويرتيهين ذات نيجا اللي عمل معنا الفيديو، سو ثانكس صبري. وشكرا زيادة للزملاء في الحفلة اللي جالسين يظهروا فينا، تو محمد الشرفي ثانك يو سو ماتش. قولوا لي نكملوا في السيري هذه ولا ما نفسر لكم نقطع عند الروديناتور والحكايات هذه الكل. كان معكم احمد كابو موقع تينيزن جيمرز، نتقابلوا المرة الجاية في فيديو جديد من شان تينيزن جيمرز. السلام عليكم. الو ليل، قبل ما تمشيوا حبيت نقول لكم كان تحب تربح الاس اس دي هذايا الاس بي سي 110 128 جيجا من عند اي ديتا، ما عليك كان تمشي الديسكريبسيون تلقى الليام تاع البوست اللي عملناه في الباج، تعمل لايك كومنت شير اند يور دان، ان شاء الله تدخل في القرعه اللي باش نعملوها راس العام، باش نعملوا زيادة لايف. سو ستي تيوند جايز، سبسكرايب لايك اند شير. السلام عليكم. اكمل شيء لا يا من الساعة تعمل لك برا واحد برا وكسكول شمية ولا بني هبال تزدور. اوكي شنو هو الاس اس دي؟ سيرفي بس بس قولي